الاهداف اللي حابه ديرها السلطه بهذه العمليه. طب ولازم نعرفوا بلي قبل 22 فبراير المؤسسات الموجوده في هالبرلمان مجلس الامه ما يسمى بين قوسين بالاغلبيه المكونه من الافلان من الارندي من التاج معمر بن يونس، هذه هي المؤسسات الغطاء التي وقيمت بها البرلمان مجلس الأمة الحكومة حتى الرئيس الحكومة المعين، هذا الرئيس الحكومة الذي استعمل القمع ضد الأساتذة ضد الأطباء الذي أدى ببناتنا بطالبات الجامعات إلى 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 طرقات في شلف وفي غليزان. الوزير نور الدين، يعني وزير نور الدين بدوي الذي استعمل كل الأساليب البوليسية، الذي كان وزير الداخلية، الذي تم يعني قام بقمع كل الحريات، اليوم يعني يطلع إلى درجة وزير أول، هو يعني هي 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 دليل بأن هذا الرئيس هذه العصابة هذه المجموعة لا تريد حقا أن تذهب إلى التغيير. ثانيا كل محتوى هذه الرسالة كل هذه العملية بتفاصيلها يقودها إنسان باسم بوتفليقة، بوتفليقة لم يرحل، بوتفليقة ما زال، والناس راهي تدير الندوة الوطنية وتعين رئاسة الندوة الوطنية وتدير قائمة اللي يشاركوا في الندوة الوطنية باسم الرئيس، لأن الرئيس أجل الانتخابات. وهذه المناورة كانت موجودة قبل ترشيح بوتفليقة. احنا نتذكروا باللي سي عبد الرزاق مقري تلقى بالسعيد بوتفليقة، حاولوا أنه يناوروا وقدموا مقترح تأجيل الانتخابات، كان موجود قبل الترشيح. بنفس ثم بنفس عندما يعني بارادوكس بنفس هذه الخطوط يعني الوطنية غول اقترح قبل الترشيح بوتفليقة، اقترح ندوة وطنية ثم رشحوا بوتفليقة، حاولوا يناوروا، ولكن بعدما انتفض الشارع أرادوا أن 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 يناوروا هذا الشارع بإبقاء العملية كما سطرت من قبل. جميل. يعني هناك جميل. ناس استحوذت على الرأي على القرار السياسي باسم بوتفليقة وهي التي قد تتحكم في هذه العملية. الجواب الصحيح هو الاستمرار في التجنيد وفي الحراك لإحباط هذه المناورة. بالفعل يعني هي كل الدلائل تشير بأنه هذه الخطة كانت موجودة، ويعني وكنا تناقشنا في القناة المغاربية وكان معنا سي مقري أيضا لما قال باللي تلقيت سعيد بوتفليقة. كثير من المحاور محطوطة هنا كنا تحدثنا بها ذاك اليوم، لأنه كثير الأمور